الناس كلها عايزه تتمرد وتعيش في اتوبيس يتم تجهيزه بالجمال اللي انت عاملاه ده. القضيه دي اتفجرت من حوالي 30 سنه مع فيلم كراكون في الشارع للفنان عادل امام، وكان فيه برضو نفس الفكره، والناس كلها قالت لك ما ده حاجه جميله جدا وليه ما نعيش في حاجات زي كده. فكره حلوه وجديده ومختلفه، ولكن محتاجه معركه قانونيه عشان القانون في مصر يعترف بمثل هذه البيوت. عايز اسمع الحكايه من الاول، بدانا ازاي، ليه فكرت فيه، التجهيزات دي كلها عملتها ازاي، وعندي تساؤلات كتيره جدا، بس ابدا ليه الفكره دي. من وانا صغيره بحلم ان انا يكون بيتي باخده معايا في الاماكن التحفه اللي كنت بطلع فيها رحلات مع اهلي. كنا متعودين على كونسبت السفاري والكامبينج، بنكامب في الزعفرانه في قدام البحر، بنكامب في الواحات سيوه، فالفكره دي انا متعوده عليها من زمان، وكان دايما ببقى حزينه وانا بسيب الحاجات دي الاماكن دي وراجع البيت، لان خلاص اكلنا خلص، ميتنا خلصت، مفيش كهرباء، مفيش، عايزين ناخد دش حلو. انت قلت تاخد البيت كله. ايوه، فانا كان دايما عندي وانا صغيره كنت اقول بابا طب ليه ما يبقاش بيتنا معانا، يعني ما ناخد معانا الحاجات دي كلها في البيت، يقول لي مفيش، هنحطها ازاي في العربيه. فده كان حلم من زمان. يمكن اللي ساعدني ان انا بقى احطه على ارض الواقع ظروف اقتصادية أكتر منها ترفيهية زي ما الناس ممكن تبقى متخيلة. اللي عايزة تتفسح كل شوية في حتة طبعا ده نفسي، بس مش ده الأساس اللي ده شدني بقى ودفعني إن أنا أنفذه. أنا عايشة هنا في التجمع بقالي 6 سنين أو 7 سنين، بدأت بإيجار بمبلغ معين، بقيت دلوقتي تضاعف يمكن أكتر كمان من الضعف. لقيت نفسي بدفع رقم كبير جدا إيجار. وعشان مصادر دخلك إيه؟ موظفة في بنك، ما عنديش غير مرتبي، ويمكن كمان موجهة جزء كبير منه للرياضة اللي أنا بمارسها، لأني عندي عربيات رالي وبحضرها وبسافر. لا، عشان أحضر سباقات. أنا